السلام عليكم. باتت مدينة الحديدة الحدث رقم واحد في الأجندة الإقليمية والدولية، مؤخراً عسكرياً أحداث متسارعة وتعزيزات ضخمة تقف على بعد 10 كيلومترات من مركز المدينة، وسياسياً ترتيبات وتحذيرات احتلت صدارة الاهتمام الدولي. بالأمس عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بشأن مدينة الحديدة، قال رئيس الاجتماع إن هدفها تخفيض التصعيد العسكري في الحديدة والتحذير من التداعيات الإنسانية المحتملة. وزارة التنمية البريطانية وجهت مذكرة تحذيرية لوكالات الإغاثة العاملة في اليمن، قالت لهم فيها إن الإمارات أمهلتهم 3 أيام لإخلاء المدينة من طواقم موظفيهم. وأضافت المذكرة: يبدو أن الهجوم بات وشيكا على الحديدة. إقليميا طرأت مستجدات ليست عادية. الرئيس هادي سيكون في الإمارات بعد لقاء جمعه بوزير الخارجية الإماراتي أمس في الرياض. فما هي طبيعة الصفقة التي ستعقدها الإمارات مع الرئيس هادي؟ هل هو تحالف مؤقت من أجل إنجاز معركة الحديدة وكسب التأييد الحكومي والشعبي؟ أم توجه لإزالة أسباب الخلاف وبناء علاقة استراتيجية على أساس الشراكة؟ ماذا عن التحذيرات الأممية حول الكارثة الإنسانية المحتملة؟ هل هناك خطة إغاثة جاهزة في حال دقت ساعة الصفر وانتقلت المواجهات للمدينة؟ وأخيراً، إذا كان قرار التحرير قد اتخذ إقليمياً ودولياً، لماذا لا يجنب الحوثيون اليمنيين الدماء والكارثة الإنسانية بتنازل سياسي أو صفقة تفاوضية؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها اليوم في المساء اليمني مع ضيفي الكاتب والصحفي ياسين التميمي، وسينضمه آخرون. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك. أهلا بك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، ونحن نتحدث عن الحديدة التي تقف الآن في قلب الصراع المحلي والدولي. دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نبدأ النقاش. الحديدة هي بالنسبة لليمنيين عروس البحر الأحمر، وهي بالنسبة للحوثيين منفذ للجباية وحصد الأموال على حساب أبنائها الذين يعيشون ظلماً تاريخياً من قرون، وهي بالنسبة لقوات الشرعية والتحالف العربي ميدان معركة منتظرة. تحضر المدينة الساحلية التي تضم ميناءً مهماً وحيوياً مجدداً في قلب الصراع المحلي والإقليمي والدولي، وعلى أبوابها تدور المعارك، وعلى الطاولات يدور حولها الجدل، خصوصا تلك الطاولات الكبيرة التي يفهمها الراسخون في الصفقات. جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، يقول متابعون إنها ستكون بغرض منع هجوم قوات الشرعية والتحالف العربي على ميناء الحديدة. حراك دولي صمت عندما كانت عربة الديناميت الحوثية تدك المدن اليمنية الأولى تلو الثانية، ونطق حينما سعت الشرعية لاستعادة سيطرتها على الحديدة. الموقف في مجلس الأمن جاء على لسان البعثة الروسية التي تتولى إدارة المجلس للشهر الجاري أن جلسة مشاورات مغلقة ستعقد اليوم بشأن اليمن، والتي أكدت أن الجلسة ستناقش تداعيات القتال الدائر حاليا حول مدينة الحديدة، وكذا وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. الموقف البريطاني الذي طلب عقد مباحثات عاجلة حول الحديدة هو الآخر يبدي قلقا غير مبرر تجاه الحديدة، وفي الغالب يتم تغليف تلك المبررات بالدوافع الإنسانية التي أصبحت الأروقة الدولية عصا بلياردو بيد اللاعبين الكبار. الأمم المتحدة أيضاً حذرت من مخاطر هجوم التحالف على الحوثيين الذين يسيطرون على الحديدة ومينائها. جاء التحذير إضافة لعبارة الأمم المتحدة الشهيرة ذات الصلة بالحديدة حينما حذرت من كارثة إنسانية جراء المواجهات في المحافظة على صعيد تحركات الشرعية. جاءت زيارة هادي لدولة الإمارات، والتي يعدها مراقبون ضمن محاولات استثمار الأخيرة كسب دعم الرئيس هادي في معركة الحديدة، في ظل حنق الرئاسة اليمنية من إشراك قوى لا تعترف بالشرعية ضمن معركة الساحل الغربي. نعم، إذن أستاذ ياسين، يعني معركة الحديدة والتي يعني وضح الاهتمام الدولي والمكثف خلال هذه الأيام، واجتماع أيضا لمجلس الأمن بهذا الخصوص اجتماع مغلق، كيف ترى هذه التحركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خواتي المباركة عليك وعلى مشاهدي قناة بلقيس، كل عام وأنتم بخير. لا شك أن معركة الحديدة هي معركة مفصلية في اليمن، وتأثيرها على مستقبل تقرير مصير اليمن و
كيف سيكون في المستقبل يتوقف على هذه المعركة. ومن الواضح أن المجتمع الدولي الآن مستنفر بشكل كبير جدا إزاء الأنباء المؤكدة التي بدأ يعني حول مسألة الذهاب إلى استعادة الحديدة بالقوة العسكرية، وهذا التقدم الكبير للقوات الحكومية مدعومة من التحالف يشير إلى أن هناك جدية في استعادة مدينة الحديدة. أعتقد أن التحالف في وضع يعني في مأزق لم يعشه من قبل، لأنه تعامل مع الخطوط الحمراء المفروضة حول صنعاء في وقت سابق باهتمام، ولم يحدث نفسه التوجه صوب صنعاء، فتوقفت جبهة نهم واستنزفت القوات هناك، استنزفت معنويا أقصد. لكن عندما يقرر التحالف الذهاب باتجاه تحرير الحديدة على الرغم من هذا الاستنفار الدولي، فأعتقد أنه التحالف هنا في مأزق، إما عليه أن يواجه المجتمع الدولي ويمضي قدما في معركة استعادة الحديدة. ومعركة استعادة الحديدة ليست مهمة سهلة وليست هينة. عندما يتحدث العالم ويبدي قلقه بشأن التداعيات الإنسانية حول هذه المعركة، على التحالف العربي أن يكون عنده مستوى المسؤولية، بمعنى أنه عندما يقرر استعادة هذه المدينة عسكريا فيجب أن تكون لديه ترتيبات كاملة مكتملة فيما يتعلق بالتعاطي مع تداعياتها الإنسانية. هذا الأمر لا يبدو الآن جاهزا، ربما لدى التحالف نية لاستعادتها عسكريا وهذا قد يتم لا شك، ولكن الكلفة قد تكون عالية. لكن دعونا نتحدث عن كلف أخرى أو ربما أشياء أخرى تترتب على يقصر فيها التحالف إلى حد كبير. فهو عندما يقرر استعادة الحديدة فهو قرار عسكري يخص التحالف وليس الحكومة الشرعية بالأساس، بمعنى أنه قرار يخص المملكة العربية السعودية، يخص الطموحات الإقليمية للإمارات التي تريد أن تؤسس لها موطئ قدم في على الساحل الغربي. عملية استعادة الحديدة ليست في سياق دعم الشرعية كما هو معلوم، لأن الشرعية تبدو غائبة اليوم عن هذه المعركة وغائبة عن معارك أخرى داخل الساحة اليمنية. والكل يعلم أن التحالف العربي والشرعية في مأزق، واضطر العاهل السعودي الملك سلمان إلى أن يتدخل ويرمم هذا الصدع الكبير الذي نشأ طيلة السنوات الماضية بين السلطة الشرعية والتحالف. إذن هناك إشكالية كثيرة بين السلطة الشرعية والإمارات، ليس التحالف بشكل عام. في نهاية المطاف الإمارات هي اللاعب الأساسي في هذا التحالف، والسعودية أنا أعتقد أنها ليست بعيدة عن الترتيبات الإماراتية وعن الطموحات الإماراتية أيضا. ربما استطاعت السعودية أن تحتفظ بشعرة معاوية مع السلطة الشرعية، هذه الشعرة فقدتها الإمارات مع الرئيس هادي والسلطة الشرعية، اليوم تحاول استعادتها. المحاولة السعودية ربما لترميم الصدع بين الإمارات والسلطة الشرعية هدفه هو إظهار أن التحالف لا زال على علاقة جيدة، وأنه ينسجم مع الشرعية اليمنية، وأنه يتكامل مع الأهداف الأساسية لتوجهه العسكري في اليمن، وليس منغمسا كما قد أشارت الأحداث السابقة في تنفيذ أجندته الخاصة العسكرية والجيوسياسية الخاصة. هل هذه الزيارة يعني تتوقع أن تمحو ما حدث من أحداث؟ ربما في السابق كانوا يقولوا هو الإعلام يتحدث لا يوجد شيء والإمارات شريك فاعل وما إلى ذلك من الخطابات السياسية التي يعني يظهرون بها، ولكن ما إن ظهر وزراء يتحدثون عن ما تصنعه الإمارات في المناطق المحررة، يعني بدأ الأمر أكثر وضوحا. فما الذي يعني يريدون قوله إذا كان يعني جزء من الحكومة الشرعية يتحدث ولم يعد فقط الإعلام هو من يتحدث؟ هو طبعا يمكن للإعلام أن يضخ أكبر قدر من الشعارات والمعلومة المغلوطة حول يعني أهمية هذه الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الرب منصور هادي إلى الإمارات. أنا أعتقد أنها تدخل ضمن الأجندة السعودية أكثر من أنها تمثل أولوية للإمارات، وبالذات أبو ظبي وولي عهدها محمد بن زايد. محمد بن زايد ليس من أولوياته إعادة ترميم العلاقة مع الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا مع السلطة الشرعية، لكن السعودية حريصة على هذا، لأن المجتمع الدولي بدأ يتحدث اليوم، بدأ يهز في 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 كيان التحالف العربي ويؤثر فيه ويوجه أسئلة خطيرة جدا حول مغزى تواجد التحالف العربي، خصوصا عندما يذهب التحالف العربي باتجاه معارك حساسة مثل معركة استعادة الحديدة. اليوم التحالف العربي يذهب إلى الحديدة وهو يعني منقطع الصلة بالسلطة الشرعية، بالحماس الوطني الشعبي، بالتأييد الشعبي الذي رأيناه عندما تدخل التحالف العربي لأول مرة. اليوم اليمنيون ينظروا إلى أن الحديدة في حال تم استعادتها في عملية عسكرية ستنتقل من سيطرة سيئة للحوثيين إلى سيطرة سيئة أخرى
لا تقل عنها سوءا، اللي هي وهي سيطرة رأيناها، رأينا ملامحها ورأينا تداعياتها ونتائجها في أكثر من محافظة تحررت خلال الفترة الماضية، وذاق فيه اليمنيون الويلات، عمليات اغتيالات، مصادرة للصلاحيات السيادية للسلطة الشرعية، طرد الرئيس ورئيس الوزراء. التحالف العربي دخل في مواجهة شاملة مع المجتمع الدولي، مع الشعب اليمني، مع السلطة الشرعية. الجهود التي نراها اليوم هي جهود لإعادة ترميم ما تصدع من أواصر العلاقات التي كان يجب أن تبقى قوية ومؤثرة طيلة فترة الحرب، وإلى أن ينجز التحالف العربي مهامه. لكن أن يدخل التحالف الأول، لهذا أنا أعتقد اليوم التحالف هو يعالج الأخطاء الكارثية التي ارتكبها في السابق. هو عندما قام بتمكين الحوثيين من السيطرة على مقدرات الدولة ودعم هذا المشروع ودعم الثورة المضادة، اليوم عليه أن يتخلص مع هذه الأدوات التي اليوم لا زالت على صلة قوية بالمجتمع الغربي. المجتمع الغربي لا زال ينظر إلى الأدوات هذه على أنها أدوات مهمة بالنسبة له في مخططه أو في مشروعه لمواجهة ما يسمى بالإرهاب، هذا الإرهاب اللعين الذي لم نره إلا على أيدي الحوثيين وعلى أيدي الإمارات. لم نجد إرهابيين، ما وجدنا خلال 3 سنوات هو قتل لا سقف له ولا حدود له من جانب الحوثيين الإرهابيين، ويعني تعذيب واعتقالات وتغييب وقتل من جانب الإماراتيين، هذا هو الإرهاب. ومع ذلك باسم هذا الإرهاب فقدنا دولتنا، باسم هذا الإرهاب عبث هذا التحالف في اليمن على مدى 3 سنوات وأوصلها إلى حافة الهلاك. واليوم على هذا التحالف أن يعالج هذه الأخطاء الكارثية، وعليه أن يرمم علاقاته مع الشعب اليمني أولا، مع السلطة الشرعية ثانيا، عليه أن يعود إلى الطريق الصحيح، وعليه أن يتعاطى مع الحوثيين ليسوا أدوات تمكنه من الهيمنة أو الحضور أو النفوذ في اليمن، وإنما باعتبارهم فعلا مشكلة حقيقية بالنسبة لليمن وللمنطقة. نعم، إذن يعني الاجتماع كما قال الرئيس الدوري الذي قام به مجلس الأمن المغلق يهدف كما قيل إلى تجنيب الحديدة من المواجهات، هل نفهم من هذا أن الدول الكبرى تقف ضد تحرير الحديدة من الانقلابيين؟ هناك رواية، طبعا هذه الرواية ترسخت وعمل جيش من الناشطين والإعلاميين في الغرب وفي في الدول الغربية، وأثروا بالفعل في دوائر صنع القرار الغربية طيلة الفترة الماضية. هذه الرواية تقول أنه إذا ما سقطت الحديدة أو شهدت معركة عسكرية فإن التدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن والواردات التجارية إلى اليمن سيتوقف على الفور، وبالتالي سيجد اليمنيون أنفسهم في كارثة حقيقية، والمجتمع الدولي لن يستطيع مواجهة هذه الكارثة ولا تداعياتها. لكن نحن أمام معادلة في غاية الصعوبة، إما أن تبقى الحديدة في يد الحوثيين تمثل مصدر إمداد لهم وتغذية لحربهم على اليمنيين، وحرب واستدامة هذه المعركة التي ستعمق أكثر فأكثر مأساة اليمنيين وتبقيهم يعني مشردين، مهجرين، غير آمنين، دماءهم تسيل كل يوم، أو أن هذه الحديدة تعود إلى أحضان السلطة الشرعية مع الكلفة التي ستترتب عليها بطبيعة الحال. ما هو مطلوب اليوم؟ وعودتها أيضا يعني ما هو مطلوب اليوم من التحالف؟ مطلوب من التحالف أن يساعد اليمنيين فعلا في استعادة هذه الحديدة، ولا يستغل اليمنيين من أجل أن يسيطر على أرض أخرى على الجغرافيا. إذن اسمح لنا أن يعني نشرك في حوارنا الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. أهلا بك دكتور. كيف تتابع الاهتمام الدولي بتحرير الحديدة والجهود التي يعني تحاول إيقاف هذا التقدم العسكري الذي تحرزه القوات الموالية للحكومة في محيط مدينة الحديدة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في تقديري أن معركة الحديدة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاستراتيجية بعد تحرير عدن، إذ أن الأزمة اليمنية لم تشهد منعطفا تاريخيا كالذي تشهده اليوم في الحديدة. هذه المعركة متداخلة ومعقدة، والمواقف الإقليمية والدولية تعكس جملة من الدلالات. أولا من حيث المبدأ، انتزاع الحديدة من الحوثيين أمر جيد، ولكن يبقى السؤال، هل هذا يحدث لصالح المشروع الوطني اليمني؟ بمعنى أن هذه المعركة لو أفضت إلى 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 إخراج الحوثيين من الحديدة وإعادتها إلى السلطة الشرعية هذا سيكون لصالح المشروع الوطني اليمني، ولكن قطعا هذا لن يحدث.
الإمارات التي تخوض هذه المعركة في الحديدة اليوم لا تخوضها لصالح المشروع الوطني اليمني، والتحالف لا يخوض هذه المعركة يعني تعبيرا عن رسالته التي جاء من أجلها إلى اليمن. بطبيعة الحال لو أن الحديدة تم انتزاعها من الحوثيين فإن ذلك سيشكل منعطفا خطرا جدا. الحديدة اليوم تمثل الرئة التي يتنفس منها الحوثيون، فكل المؤن والمواد والمعونات العسكرية تدخل إلى الحوثيين عبر الحديدة. فيعني انتزاع الحديدة من الحوثيين سوف يعني يؤدي إلى انقلاب في موازين القوة في اليمن. ولكن كما قلت أن هذه المعركة لا تخاض في إطار الشرعية، بمعنى أن الحديدة لن تسلم إلى الحكومة الشرعية، وبالتالي تكون في إطار المشروع الوطني اليمني، وهنا هي الخطورة. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والحكومة الشرعية لا علاقة لهم جميعا بما يحدث اليوم في الحديدة. هناك قوات أخرى تشرف عليها دولة أخرى، وفي إطار مشروع مختلف تماما عن مشروع التحرير الذي دخل التحالف من أجله إلى اليمن. فيبقى السؤال، هل وضع الحديدة أو تحرير الحديدة من الحوثيين سيكون أفضل لليمنيين من وضعها الحالي؟ أنا أخشى أن المسألة تسير من سيء إلى أسوأ. أمر سيء جدا أن تبقى الحديدة بيد الحوثيين، ولكن الأسوأ منه أن تنتقل الحديدة من سيطرة الحوثيين إلى سيطرة يعني ميليشيات وقوات تأتي صح. في إطار مشروع آخر يعني تبدت ملامحه وقسماته وأهدافه يعني باتت واضحة، فهذه هي الخشية. أما موقف المجتمع الدولي فهذا أيضا يثير الريبة. يعني نحن لو سلمنا بمقولات المنظمات الدولية وأنها بالفعل يعني تقف هذا الموقف مدفوعة بدوافع إنسانية محض، لو سلمنا بهذا فإننا لا نستطيع أن نفهم الموقف الأمريكي الذي يحذر من الشروع في معركة الحديدة. هذا يعودنا إلى سؤال كبير، ما هو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في الأزمة اليمنية منذ بدايتها، أي منذ بداية تسليم صنعاء وتسليم شمال اليمن إلى الحوثيين؟ إذ أن معركة الحديدة لو حسمت لصالح التحالف فإن ذلك سيكون مقدمة لإسقاط الحوثيين جملة، إذ أن الحوثيين لن يستطيعوا البقاء طويلا دون الحديدة. فهذا الموقف الدولي الأمريكي تحديدا والبريطاني والأوروبي جملة يثير الريبة. يعني هل هم بالفعل ضد معركة الحديدة وضد تحريرها؟ وهل هذا يعني أنهم يريدون إطالة بقاء الحوثيين في السلطة في اليمن؟ هذه كلها علامات استفهام يثيرها الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي إجمالا. ولكن يعني في كل الأحوال أنا في تقديري أن معركة الحديدة ينبغي أن تسير قدما، بشرط أن 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 يدخل الرئيس هادي في هذه المعادلة، وأن تكون الحكومة الشرعية والجيش الوطني حاضرين في هذه المعركة. إذ أن هذه المعركة في غياب الحكومة الشرعية وفي غياب الجيش الوطني كما قلت لك قبل قليل سوف تشكل كارثة على المشروع الوطني اليمني، وسيحدث في الحديدة ربما أسوأ مما حدث في عدن وفي أبين وفي شبوة وفي غيرها من المناطق المحررة. نعم، بطبيعة الحال لأن الحديدة لها ظروفها السيئة من قبل، يعني فهي تتراكم عليها الأحداث. ولكن من الواضح دكتور عبد الله أن الإمارات تبذل جهود إقليمية ودولية لانتزاع تأييد تحرير الحديدة، هل تتوقع أنها نجحت في انتزاع تأييد بعض الدول؟ في تقديري أن الموقف الغربي إلى هذه اللحظة لا يزال كما هو، سواء في شقه السياسي ممثلا بالحكومات الغربية أو في شقه الإنساني ممثل بالمنظمات الإنسانية. فيما عدا ذلك طبعا المملكة العربية السعودية جزء من هذا التحالف، وهي تدعم هذه المعركة وإن لم تكن حاضرة حضورا مكثفا يعني يضاهي الحضور الإماراتي. فالإمارات والقوات المدعومة إماراتيا في الحديدة لا تحتاج إلى هذا الدعم يعني الإقليمي والدولي. الموقف المؤثر فعلا هو الموقف الأمريكي. إن كانت الولايات المتحدة بالفعل جادة في عدم الشروع في تحرير الحديدة فإنها تستطيع أن تملي هذه الإرادة على حلفائها في التحالف، وإن كان هذا الموقف هو موقف إعلامي فسيتبين ذلك من خلال يعني خلال الأيام القادمة. إذا أن التحالف لا يجرؤ أن يخطو خطوات جادة
في هذا الطريق، طريق تحرير الحديدة، ما لم يكن هناك موافقة أمريكية. بغير الموافقة الأمريكية لا يمكن للتحالف أن يمضي قدما في معركة تحرير الحديدة. التحالف قد مضى عليه 3 سنوات وهو اليوم في السنة الرابعة، ومع ذلك لم ينجز مهمة التحرير كاملة، والذي أنجز يعتريه كثير من الخلل، لأن المناطق التي حررت في الشرق وفي الجنوب لم تعدل الحكومة الشرعية، بل أن الحكومة الشرعية مطرودة تماما. وآخر ما رأينا في يعني سقطرة وفي غيرها من الـ يعني المناطق. فالتأييد، عودة إلى سؤالك، التأييد الإقليمي والتأييد الدولي ما أحسب أنه سيكون يعني مفصليا في هذه المسألة، فيما عدا الموقف الأمريكي الذي بغيره لا يمكن للتحالف، لا للمملكة العربية السعودية ولا لدولة الإمارات، أن يمضي قدما في معركة تحرير الحديدة. نعم، إذن لو تحدثنا عن زيارة الرئيس هادي للإمارات، هل تعتقد أنها مراجعات استراتيجية يعني ربما تغير طبيعة الأمور على أرض الواقع لطبيعة العلاقة بين الإمارات والحكومة؟ ليس هناك أي مؤشرات على أن هذه الزيارة تعد منعطفا في تاريخ العلاقة الإماراتية مع الحكومة الشرعية. لقد شهدنا قبل ذلك جملة من هذه الأفعال التكتيكية على غرار ما حدث، الاجتماع الذي حدث حضره يعني الإماراتيون والسعوديون مع ممثلي التجمع اليمني للإصلاح، وقد قيل عند ذلك أن هذا يشكل منعطفا في العلاقة بين الطرفين، ثم اتضح أنه كان لقاء فارغا، لقاء إعلاميا. فأنا أحسب أن زيارة الرئيس هادي ليس هناك من المؤشرات ولا من المعطيات ما يؤكد أنها تعبر عن تحول استراتيجي في العلاقة، وأحسب أن هذه الخطوة هي خطوة تكتيكية محض من أجل يعني شراء موقف الحكومة الشرعية وشراء سكوتها على ما يحدث الآن في الحديدة تحديدا. فما أن تنتهي هذه المعركة ستعود الأمور القهقرة كما كانت عليه من قبل، فليس هناك يعني مؤشرات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في استنتاج أن هذه الزيارة تمثل تحولا في العلاقة الإماراتية مع الحكومة الشرعية. نعم، إذن هل يعني سيظل الوضع على ما هو عليه؟ الحكومة لا تستطيع التدخل في شأنها الخاص مثل تحرير الحديدة، لا كلمة لها على هذه النقطة، وفقط الزيارة التي ربما عول عليها كثير اليمنيون من خلال الإعلام أنها ستكون منعطف مهم في طبيعة العلاقة، يعني هل نفهم من ذلك أنه لا شيء حقيقي سيكون على الأرض سوى مجاراة الوضع بهذا السكوت؟ أنا في تقديري للأسف نعم، أن هذه الزيارة هي زيارة تكتيكية، زيارة إعلامية كما قلت لك، ربما من أجل شراء سكوت الحكومة الشرعية على ما يجري في الحديدة وعدم إثارة احتجاج دولي على الوجود الإماراتي في الحديدة، إذ ليس هناك من المؤشرات ما يكفي للوصول لهذا الاستنتاج. الآن هل الحكومة الشرعية تستطيع أو لا تستطيع؟ هي تستطيع، ولكن لا أدري ما الذي يمنعها من ممارسة سلطاتها الدستورية. الحكومة الشرعية تملك من المقومات ومن الإمكانات ومن القدرات الاستراتيجية ما يمكنها من التمرد على حالة الجمود التي وضعت فيها. هي تملك الشرعية الدستورية التي لا يملكها أحد في اليمن اليوم، هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها إقليميا ودوليا، وهذه ورقة يعني في منتهى القوة فيما لو أرادت حكومة الرئيس هادي استخدامها. هي تملك القوة الصلبة، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هي بيد الحكومة الشرعية، هي تملك المصداقية السياسية والتأييد السياسي، إذ أن الشارع اليمني في مجمله على اختلاف يعني اتجاهاته وتلاوينه رغم تحفظاته الكثيرة على أداء الحكومة، ولكنه لا يزال يقف وراء هذه الحكومة ويوفر لها الإسناد والدعم. فالحكومة الشرعية تملك جملة من الموارد والقدرات والإمكانات، ولكنها لا تحول هذه الإمكانات ولا تترجمها إلى وقاية على الأرض. الآن ما الذي يحول بينها وبين ذلك؟ لا أعلم. كثير من وزراء الحكومة قبل زيارة الرئيس هادي هذه شهدنا كثيرا من التصريحات، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الاتصالات، وزير الخارجية السابق، كلهم تحدثوا أن هناك معضلة حقيقية في العلاقة الإماراتية مع الحكومة الشرعية، وأن الإمارات تمنع الرئيس هادي من العودة ليس فقط إلى عدن وإنما إلى أي بقعة في اليمن. إذن المشكلة حقيقية والمعضلة جوهرية وعميقة بين الطرفين، ولا يمكن أن تحل من خلال، أنا في تقديري أنها خطوة تكتيكية لا تمثل تحولا استراتيجيا
في تاريخ العلاقة بين الإمارات وبين حكومة الرئيس هادي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف. وأستاذ ياسين اسمح لنا أنت وأستاذ المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ ياسين. استمعت لحديث الدكتور عبد الله وهو يرى تقريبا ما تراه انت من وضع سيء ان بقت الحديده مع الحوثيين، ووضع اسوء ان حررت ولم تسلم للسلطه الشرعيه. طالما هناك مخاوف انسانيه يطلقها المجتمع الدولي والامم المتحده، ايضا تتحدث عن مخاطر جمة ربما ستحدق ب 250 ألف مواطن إذا ما انتقلت المواجهات إلى المدينة. إذن يعني لما لا يضغط المجتمع الدولي على الحوثيين لتسليم الحديدة دون كل هذه الإشكاليات؟ أولا المبالغة الأممية هذه هي فخ كبير نصب لليمنيين منذ 3 سنوات، وتقريبا محافظة تعز تكبدت كل هذه الخسائر. يعني مدينة تعز تعرضت للدمار والحصار ولم يتحدث المجتمع الدولي، ظل يدافع عن الحوثيين حتى آخر لحظة، وظل يمنع أي محاولة للنيل من الإمكانيات التي ترفض الحوثيين وتمكنهم من البقاء طرف أساسي ومؤثر في معادلة الصراع الحالية وفي معادلة الحرب الحالية. المبالغة الأممية هذه لا ينبغي، هي فخ كبير وينبغي أن التعامل معه بحذر. كل ما في الأمر أن هناك إرادة غربية لتصعيب مهمة استعادة محافظة الحديدة. استعادة الحديدة هي الأهم وهي الأولوية، والذي نتطلع إليه أن تتم هذه الاستعادة في إطار الدولة اليمنية، في إطار السلطة الشرعية، في إطار الجهد الوطني الواحد، في إطار التضامن والحالة التضامنية التي رأيناها في بداية تدخل التحالف العربي، في إطار التأييد الشعبي. يجب أن يتبدد الإحباط الذي سيطر على اليمنيين نتيجة الممارسات السيئة للتحالف الذي كرسهم طرفا أسوأ من الحوثيين بمراحل في الممارسات التي قاموا بها، على الرغم من تداخل بطبيعة الحال الأفعال الإيجابية مع الأفعال السلبية. لكن الإمارات أرادت أن تكرس نفسها سلطة احتلال حقيقية في اليمن، صادرت كرامة اليمنيين، صادرت إرادة إرادتهم، يعني منعت السلطة الشرعية من ممارسة صلاحياتها السيادية، كلها أعمال مستفزة في حقيقة الأمر. اليوم الإمارات يعني عطلت كل الجبهات وطردت الحكومة الشرعية من البلاد، ثم قررت من خلال مجاميع من المقاتلين متعددي الرايات والمتصارعين من حيث الأهداف والذين لا يلتقون على أرضية واحدة سوى التمويل الإماراتي، وأرادت من خلال هؤلاء أن تستعيد مدينة الحديدة. مدينة الحديدة حولها محاذير حقيقية، لكن أنا أعتقد أن استعادة الحديدة أهم حتى من التداعيات الإنسانية التي يمكن تترتب على عملية استعادة الحديدة، لأن الذي سيأتي فيما بعد سيكون أفضل بكثير. ولكن إذا قررت الإمارات أن تضع يدها على الحديدة، بالتأكيد الحديدة ستصبح مشكلة إضافية بالنسبة لليمن والسلطة الشرعية، وستتحول إلى نقطة صراع جديدة أخرى. بمعنى يعني الإمارات يعني كان عليها أن تؤسس نموذج حقيقي يحتذى به ويحترم في مدينة عدن، لكنها منعت أن تتحول هذه المدينة إلى عاصمة سياسية مؤقتة، طردت الحكومة، منعت استعادة الحياة وتطبيعها في مدينة عدن، لم تتحمس كثيرا لمسألة استكمال المشاريع البنية التحتية والخدماتية، بقت عدن تعاني كثيرا. الأبناء عدن اليوم يعانون الأمرين بسبب الوضع الجديد الذي طرأ عليهم بعد تحرير هذه المدينة. إذن الحديدة ربما تنتظر وضعا سيئا بهذا الشكل، لكن هل نحن مع التحرير؟ نعم نحن مع التحرير. لا يجب أن تبقى الحديدة بيد الحوثيين، لأن بقاء الحديدة بيد الحوثيين معناته استمرار الحرب واستمرار الصراع واستمرار القتال. لكن السلطة الشرعية عليها لا تسكت منذ الآن. أنا أعتقد أن اليوم والرئيس يذهب إلى أبو ظبي، عليه أن لا يعقد صفقته السياسية الخاصة. الرئيس عبد الرب منصور هادي أظهر مواقف وطنية يشكر عليها خلال الفترة الماضية، يجب أن نذكر بكل الامتنان مواقفه الحاسمة فيما يتعلق بمصادرة الإمارات لسيادة السلطة اليمنية في سقطرة ومنعها وإجهاض مشروعها الاستعماري في أرخبيل سقطرة. الرئيس عبد الرب منصور هادي وقد ضغطت السعودية باتجاه مصالحة مع أبو ظبي عندما يذهب إلى أبو ظبي، وأنا كنت أتمنى بطبيعة الحال أن يأتي محمد بن زايد إلى السعودية وتعقد قمة ثلاثية يتم فيها تسوية الأمر، ثم ننظر فيما بعد. أولا يعود الرئيس إلى عدن، ومن عدن يذهب في زيارة رسمية إلى أبو ظبي من عاصمته، لكن
كون الرئيس عبد البر بن نصر الهادي يرسل من مكة إلى أبو ظبي، هذه نقيصة في حق السلطة الشرعية ونقيصة في حق المكانة الرئاسية للرئيس عبد البر بن نصر الهادي. إذن عندما يذهب ويهرول ربما بإلحاح من الجانب السعودي أو برغبة أو بضغط من الجانب السعودي، عليه وقد ذهب إلى أبو ظبي أو سيذهب إلى أبو ظبي ألا يعقد صفقة خاصة، ألا يعقد صفقة شخصية سياسية شخصية. هذه مشكلة كبرى، عليه أن يبقى الرئيس الذي اعتدنا عليه حازما فيما يتعلق بالقضايا السيادية. أنا كنت أتمنى السيناريو الأمثل، طالما السعودية تسعى باتجاه المصالحة أول شيء يتخذ هي أن الحكومة تعود إلى عدن، الرئيس يعود إلى عدن ومنها يستقل طائراته الرئاسية ويذهب إلى أبو ظبي. أما أن يذهب بهذه الطريقة هذا غير لائق أولا. نعم، لم يحدث ما قلت أستاذ ياسين، وحدث أن ستكون زيارته من مكة، بالتالي يعني هذه الخطوة ما الذي ستضيف على صعيد العلاقة بين الإمارات الشرعية؟ هل فعلا كما يظهر الإعلام بصورة إيجابية ونحن شراكة وما إلى ذلك، أم أن هناك ما يدار تحت الطاولة؟ أنا أعتقد، أنا طبعا لست متفائلا في تغيرات جذرية من زيارة كهذه. ليست هناك نوايا حسنة لدى محمد بن زايد، هذه حقيقة يجب أن تكون واضحة للجميع. محمد بن زايد أنا أعتقد أنه بالإضافة إلى الضغوط السعودية باتجاه التسوية مع السلطة الشرعية، هو يخضع أيضا لنصائح مكاتب العلاقات العامة. اليوم بقاء يعني العلاقة سيئة مع السلطة الشرعية أفسد مشروعه الإمبراطوري الصغير في اليمن. يعني هزيمته في أرخبيل سقطرة، على الرغم من أن الهزيمة هذه لم تكن ماحقة بالنسبة للمشروع الإماراتي، لا زال يحاول أن يثبت أقدامه في أرخبيل سقطرة، ولا زال يبذل محاولات حثيثة لاستعادة نفوذه في محافظة سقطرة، لكن هو سقط بطبيعة الحال، سقط هذا المشروع الذي كان يرتب له بشكل كبير طيلة الفترة الماضية. هذا السقوط بطبيعة الحال ربما أيقظ أبو ظبي وأيقظ التحالف قبل ذلك، ونبههم إلى أنه ليس من المعقول أن تبقى حالة التوتر كما هي عليه الآن. نعم. وتتصاعد حالة الخصومة، خصوصا وأن شكوى الحكومة اليمنية وصلت إلى الأمم المتحدة. وأنا أعتقد أنها كما قال الدكتور عبد الله الغيلاني هذه خطوة تكتيكية، وربما هي كما قلت يعني تأتي وفق لنصائح الخبراء الذين يستعين بهم محمد بن زايد ويستعين بهم التحالف أيضا، وكيف يمكن لنا أن نعقد صفقة سياسية تكتيكية مع هذه السلطة الشرعية تؤمن لنا غطاء لاستمرار العملية العسكرية في اليمن وفق أولوياتنا وفق الترتيبات التي نريدها. في حقيقة الأمر السلطة الشرعية اليوم لديها فرصة تاريخية ثمينة لا يمكن أن تتكرر، عليها أن تراكم المكاسب التي حققتها. نعم، منذ سنتحدث عن هذه المكاسب أستاذ ياسين، ولكن بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى الإخوة المشاهدين. أهلا بك، دعني أبدأ معك من الضغوط الدولية دكتور فيصل. يعني بعد أن كنا ظننا أن هناك موافقة دولية لتحرير الحديدة، ضج العالم خلال هذه اليومين، المنظمات الدولية، مجلس الأمن، الدول الكبرى بعدم تأييدها لهذا التحرير. ما الذي يمنع المجتمع الدولي من تحرير الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجتمع الدولي، نحن دائما نسمع الأمين العام وهو الأمين العام للأمم المتحدة وهو المعبر عن منظومة الشرعية الدولية يبدي القلق حيال الأحداث الجارية في العالم وحيال جرائم كبيرة مثل ما كان يحصل من مذابح في الروهينجا أو حتى في سوريا. نسمع الأمم المتحدة والأمين العام يبدي قلقه وكذلك الدول الكبرى الآن يبدون القلق، مع أن هناك اعتراف دولي بأن هناك انقلاب، وهذا الاعتراف تجسد في قرار مجلس الأمن 2216 الذي جاء بعد سلسلة من القرارات أيدت كل الخطوات اتخذتها الشرعية المبنية على المبادرة الخليجية وأيدت الحوار الوطني، وأصبحت هذه منظومة القرارات هي جزء من مرجعية الحل الذي نسمع عنه ولا نراه. يعني 3 سنوات ونيف ونحن نستجد الحوثيين
أن يبدو حسن نية بإطلاق سراح المعتقلين الواردة أسمائهم في قرار مجلس الأمن. الآن قلق العالم لا محل له. أولا أن الشرعية الدولية يعني أو الأمم المتحدة هي مخولة للتدخل في اليمن بموجب لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وليس كبديل للقرار السياسي السيادي الوطني اليمني. نعم، لكن كان رد التحالف والشرعية واضح بأنه هناك مقاومة على الأرض تدافع عن أرضها وعرضها وعن حقها في الحياة في مواجهة غزاة جاؤهم من خارج أرضهم، ويعني مخاوفكم لا مكان لها. من أي ناحية لا مكان لها دكتور فيصل؟ إذا سمحت لي، من أي ناحية لا مكان لها؟ فعلا هناك يعني ناس يتضرروا من هذه المواجهات، المدنيون هناك وضعهم سيء للغاية، المناطق التي حررت يعني وضعها مزري، والنازحون لا يجدون أين يذهبون. فبالتالي يعني هل هناك دراسة حقيقية لما بعد التحرير بأن المدنيين سيعيشون وضع أفضل مما هم عليه الآن، أم أن الموضوع سيزيدهم سوءا؟ وأنتم تعلمون تماما أن الحوثيين لا يقيمون لهذا الإنسان أي وزن، يعني ممكن أن يقصفوا المناطق السكنية لا شأن لهم بمن يعيش هناك. هل هناك اعتبارات لكل ذلك؟ أبدأ من حيث انتهيت، من أن هؤلاء لا يقيمون وزنا للإنسان. يعني أنت تقولي هل يكونوا في سيكون المدنيين في وضع أسوأ من الذي هم عليه؟ ما بقى بعد الوضع الذي هم عليه وضع سيء. أن يتم قصفهم دكتور فيصل، يعني تعرف أن الحوثيين إذا ما حوصروا سيقصفون المدنيين، لا يعنيهم شيء. هذا واحد. اثنين، الألغام التي يقومون بزراعتها. أيضا الوضع السيء الذي يعني يحيق بالمناطق المحررة، نشوء عصابات مسلحة، لا تمكن الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها كما حدث في عدن. يعني أين هي الحكومة الشرعية في عدن؟ أولا يعني دعينا نتساءل عن وضع المواطنين في المديريات المحررة في الساحل الغربي. الآن وضع الناس هناك جيد، الحكومة عملت برنامج إغاثة سريع وطارئ، وكنا نعرف أن أبناء تهامة بشكل عام يعيشون مجاعة فرضت عليهم ميليشيات الحوثي، وهناك تدابير جاهزة للإغاثة لاستتباب الأمن لعمل أشياء كثيرة. أما مسألة أن الحوثيين يتمترسون بالآمنين أو يقصفون المناطق الآمنة، هم يريدون يعني من تفاقم الوضع الإنساني أو مما يكسبونه من جرائم أن العالم يضغط أن هناك وضع إنساني، أن هناك مخاطر، أن هناك كذا، لنترك لهم البلد أو نترك لهم المحافظات التي تحت أيديهم. ويا ريت وهم يقدمون للإنسان أبسط شيء يعيشه. الحديدة تعيش بلا كهرباء منذ 3 سنوات، يعني قطعة الثلج وصلت إلى أكثر من 1000 ريال، يعني وهي قيمة يعني وزنها لا يتعدى النصف كيلو في الحديدة. فإن شاء الله ستكون المعركة خاطفة، ولن تكون محرقة كما يحاول الإعلام بشتى قنواته ووسائله تصوير ذلك. بطبيعة الحال هذا ما نتمناه، أن يعني يأمن الساكنين في الحديدة. أود أن ننتقل معك إلى زيارة الرئيس هادي. هناك من يراها أنها مجرد زيارة تكتيكية لن يعني تصل إلى أبعد من كونها رسالة إعلامية أن الوضع جيد بين الإمارات والحكومة الشرعية لكسب موافقة الحكومة الشرعية على تحرير الحديدة رغم الضغوط الدولية. طبعا الذين يقرؤون النوايا هذا شيء لا يعلم ما في النفوس إلا الله سبحانه وتعالى. الآن هناك يعني تشاور بين أطراف التحالف مع الحكومة الشرعية في وضع يعني النقاط على الحروف للحسم النهائي وما بعد الحسم. ودولة الإمارات العربية المتحدة دولة أساسية في التحالف ودورها لا ينكر، وما تقدمه وتبذله من جهود يعني غير خاف على أحد. مسألة أن يكون هناك تباين في وجهات النظر حول شيء معين، الآن اللقاءات ستزيلها وإن شاء الله يعني. والإمارات هي معلنة ومؤكدة موقفها أنها ملتزمة بأهداف التحالف التي
قامت من أجلها عاصفة الحجم هي إعادة الحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب، ليس لديها أي موقف معلن غير هذا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، هل فعلا تجد أن يعني في كل مرة تتحدث الإمارات أنها ملتزمة بأهداف التحالف وبأنها لم تخرج عن هذه الأهداف، وربما أيضا في البداية كنا نستمع للحكومة الشرعية أنها تتحدث عن هذا الشيء، على أرض الواقع لا يتم ذلك فعليا، يعني هناك أهداف أخرى واضحة حتى وإن يعني تم التهرب من الحديث عنها. هل يعني في الحديدة يمشي الحال كما في السابق ونلاحظ السيطرة فقط على الموانئ، على الأماكن الحساسة من البلاد؟ بالتأكيد أهداف الحديدة جزء منها يتعلق بطموح الإمارات في نفوذ الهيمنة، جزء أساسي منها يتعلق بالمخاوف الأمنية للمملكة العربية السعودية التي تعتقد بأن الصواريخ التي تتلقاها من الحوثيين أصلا هي آتية عن طريق ميناء الحديدة، وهي آتية من إيران عن طريق ميناء الحديدة. مسألة الأطماع الإماراتية تجلت بشكل صارخ في عدن، في سقطرى، هذه مسألة لم تعد حتى محل نقاش. الشرخ القائم بين الإمارات والسلطة الشرعية يعني شرخ عميق جدا. الإمارات لم تقوض السلطة الشرعية فحسب، لم تتصرف على النقيض من مهمتها الأساسية في إطار التحالف فحسب، وإنما عملت على تفكيك المجتمع وتقسيمه وتحويله إلى كيانات متصارعة. الإمارات تمول حملات إعلامية عدائية لخلق الفرقة والانقسام داخل المجتمع اليمني. هؤلاء إرهابيين، هؤلاء إخوان، هؤلاء ناصريين، هؤلاء اشتراكيين، هناك جيوش أيديولوجية اليوم تعمل في إطار المشروع الإماراتي لتمزيق البنيان الاجتماعي لليمن. الأزمة الخليجية أيضا كرست الانقسام داخل المجتمع اليمني وكرست الانقسام داخل المجتمع الإقليمي. لا يمكن للبلاد، للإمارات التي قوضت بنيان مجلس التعاون الخليجي، أن تأتي إلى اليمن لكي ترمم بنيان الدولة اليمنية. هذه دولة شريرة في حقيقة الأمر. ماذا عن من سيحررون الحديدة؟ يعني تابعنا أن هناك فصائل مختلفة ستقوم بتحرير الحديدة. ليس هناك، أنا في تقديري الآن يجب أن نتجنب مسألة التحرير ونقول أنه سيتم استبدال الأدوار الشريرة بالقوى القهرية. هناك أشرار سيئين اسمهم الحوثيون، يعني مجامع إجرامية إرهابية مارست الإرهاب والقتل والإجرام في كثير من المناطق اليمنية، وبطبيعة الحال هي التي قادت البلاد إلى الحرب، وكان بطبيعة الحال أيضا بتشجيع من هذه الدول اليوم التي تدخلت عسكريا في اليمن لاستعادة السلطة الشرعية، هي التي دعمت الحوثيين وهي التي دعمت الثورة المضادة. سيتم استبدال قوى الشر التي تحكم الحديدة الآن بقوى شر أخرى كالتي نراها في عدن وفي بقية المحافظات. يعني هذه القوى يعني لو كان في نيتها أن تحرر الحديدة لكانت أرست نماذج أخرى في المناطق التي تحررت من الوجود العسكري للحوثيين، لكن هذا لا يحدث. من الواضح أن هناك أجندات خاصة بدول التحالف، أجندات تخص السعودية، أجندات تخص الإمارات، لكن الإمارات بالغت في إظهار أجندتها الخاصة بسبب ارتباطها الوثيق بالمشروع الأمريكي الذي يأتي من زاوية مكافحة الإرهاب في المنطقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والصحفي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.